هدية العيد، حكاية من التراث الألماني. هذا البيت يسكنه 5 أشخاص، هم الأب والأم والأخت الكبرى والأخ الأكبر والصغيرة ماتيلدا. هذا هو الأخ الأكبر والأخت الكبرى، وهذه هي الصغيرة ماتيلدا. لقد بلغت 8 من عمرها، وقد سئمت معاملة الجميع لها وهي ما زالت طفلة. هذا لأنها أصغر أفراد الأسرة. ماتيلدا. صباح الخير يا أبي. عزيزتي، هل كبرت إلى درجة تسمح لك بالحفاظ على سر؟ نعم. هذا هو الوالد، إنه عطوف حقا. نعم يا أبي، أستطيع أن أحفظ السر، أنا واثقة من ذلك. ولكن من الصعب فعل شيء دون إبلاغ أحد به، أليس كذلك يا ابنتي؟ ها؟ حسنا، سأقوم بالمجازفة. اسمعي، أنا مضطر اليوم للخروج للعمل، وسوف أعود إلى البيت في وقت متأخر، وغدا هو يوم عيد ميلاد أمك، وما دمت لن أستطيع فعل شيء أريد منك أن تذهبي إلى دكان الزهور. ما رأيك بذلك يا ابنتي؟ ها؟ أخبريني. طبعا. هل تعرفين دكان الزهور؟ نعم، هو بجانب دكان الملابس. نعم. حسنا، أطلبي من صاحب الدكان القيام بإعطائك باقة الزهور التي قمت باختيارها منذ أيام، وذلك في 8 صباحا. ها؟ حسنا، قبل 8 صباحا. ماتيلدا، لقد تأخرت عن المدرسة. حاضر. افعلي ذلك ولا تخبري أحدا يا عزيزتي. حسنا يا أبي. هذا سر بيننا. أخيرا أصبحت كبيرة مثل أخي وأختي، كان أبي يثق بهما ويطلب منهما القيام بأعمال كبيرة. في المدرسة ندرس منذ 9 صباحا وحتى 12 ظهرا، ثم نذهب لتناول طعام الغداء. أوه حسنا، يمكنني الذهاب إلى دكان الزهور. ماتيلدا، ما الأمر يا حبيبتي؟ لا شيء. لقد كانت دروس الصباح تمر بطيئة اليوم، وأخيرا جاء موعد طعام الغداء، وذهبت ماتيلدا تعدو مسرعة إلى دكان الزهور. ماذا تفعل هنا؟ إلى أين أنت ذاهبة؟ هل نسيت طريق العودة؟ إذا لم تذهبي إلى البيت ستغضب أمي كثيرا. لا بأس، فلتدعني وشأني، اتركني. أسألك فقط، أين أنت ذاهبة؟ أوه يا للإحراج، لقد وعدت أبي، يجب أن أخدع أخي بأي طريقة. سأشتري شيئا. إلى اللقاء. ها ترى ماذا بها؟ أهلا أهلا، إنك فتاة ماهرة تقومين بالتسوق يا عزيزتي، هل يمكنني مساعدتك يا حلوة؟ لا زال يراقبني، سأذهب بعد الخروج من المدرسة. سوف أخذ هذه. ها؟ نعم، أريد هذه. حسنا، حب للطيور، كيس واحد. اشتريت شيئا عجيبا. هيا يا أمي، أسرعي. أسرعي يا أمي. حسنا، لابد أنكم تشعرون بجوع شديد. ما الذي حدث لماتيلدا؟ مرحبا. لقد تأخرت يا ماتيلدا. ما الذي حدث لك يا عزيزتي؟ وجهك أحمر، امسح العرق. هيا. ها؟ ما هذا؟ إنه طعام للطيور. فهمت،
لم تكن مهمة لأمي إذن. وماذا ستفعلين به؟ أجيبي. اشترته من الصيدلية. لابد أنها ستعطيه إلى أحد الأصدقاء، أليس كذلك؟ الكثير يربون الطيور. صحيح، اشتريته لصديقتي. حقا؟ لا بأس إذن. هيا يا عزيزتي تناولي طعامك بسرعة. ايه مرحبا، هل تريدون طعاما للطيور؟ كلا شكرا لا اريده. تقوم بتربية الطيور ها؟ شكرا لدينا ما يكفينا. انا سأخذه. ها؟ نعم احقا؟ سوف تسعد امي به كثيرا. شكرا. الحمد لله، لم تشأ ماتيلدا أن تكذب على أمها. لقد وصلت. يا إلهي، أهلا ماتيلدا. أهلا بك. هل تريدين شيئا؟ لا، ليس الأمر كذلك. جئت ألقي نظرة وداعا إلى اللقاء. حمدا لله، أخيرا استطاعت ماتيلدا الحفاظ على سر أبيها. مرحبا. أهلا بك، كيف حالك؟ لقد جئت لمقابلتك. هل هناك شيء يا سيدتي؟ كيف حال ماتيلدا يا عزيزتي؟ إنها بغرفتها، قالت إنها تشعر بتعب، هل حدث شيء؟ إنه أمر عجيب أن تشعر فتاة في مثل سنها بالتعب، أليس كذلك؟ يبدو أن الطقس هو السبب. نعم، إنه أمر متوقع في مثل هذه الحرارة. عزيزتي، يجب أن تصحبيها إلى الطبيب، إنه أمر ضروري جدا. ماتيلدا، ماتيلدا. نعم يا أمي، ماذا تريدين؟ كما توقعت تماما، يبدو أنك مريضة، الطبيب سيحضر بعد قليل. اذهبي واستلقي على الفراش يا عزيزتي. يا إلهي، كيف وصل الأمر إلى هذا الحد؟ كيف حالك يا ماتيلدا؟ أبي، أهلا بك يا أبي، أهلا. أراك ما زلت مستيقظة، لقد أخبرتني. أرجوك يا أمي، أعطني كوبا من الماء. حاضر. أبي. أبي، كل شيء معد، سوف يتم تسليم الزهور غدا في الساعة 8 صباحا. لقد كان من الصعب علي حقا الحفاظ على السر، لكني حافظت عليه. إذن أنت لست مريضة يا ماتيلدا. كنت أتصرف بشكل غريب للحفاظ على سرنا، فظن الجميع بأنني مريضة، لكني نجحت في الحفاظ على السر. يا عزيزتي. عيد ميلاد سعيد يا أمي. عيد ميلاد سعيد يا أمي. شكرا لكم جميعا، أشكركم لاهتمامكم بيوم ميلادي. شكرا. هذه هديتي. وهذه مني. شكرا جزيلا، أنا سعيدة حقا. متأسفة لم أشتري لك هدية. لا يا ماتيلدا، لقد قمتما أنت وأبوك بإعطائي زهورا رائعة الجمال. كم فوجئت حقا بحضور بائع الزهور اليوم، لن أنسى هذا اليوم أبدا يا عزيزتي، أشكرك. وداعا يا أمي. وداعا يا أمي. انتظراني. وداعا وداعا، احترسي يا ماتيلدا. حسنا. لقد تسببت هذه الزهور في بعض المشاكل. لكننا تأكدنا بفضلها من صدق ماتيلدا وقدرتها على تحمل المسؤولية.
هذا صحيح، أهم شيء بالنسبة للطفل أن يشعر بثقة الآخرين يا عزيزتي. إذن فقد انتهى الأمر، إن ماتيلدا سعيدة، قالت لها أمها لن أنسى هذا اليوم أبدا، يا لسعادتها.